سهل. روح روح طول بالك طول بالك حبيبي طور روحك انسى همومك بيك مرسومك في شهر الخير ارسم بسمه وكلمه حلوه وشغل عقلك بالفوازير طور روحك انسى همومك بيك مرسومك في شهر الخير ارسم بسمه وكلمه حلوه وشغل عقلك بالفوازير رمضان يا مشاهدينا احنا متواجدين في مدرسة السلام الاعدادية في قرية كفر قرع وسمعت هون انه في مبادرة لعيد الفطر السعيد فخلينا نعرف اكثر عن هاي المبادرة ومعنا مدير مدرسة الاستاذ سلطان اسماعيل السلام عليكم وعليكم السلام وهلا وسهلا فيكم في المدرسة استاذ سلطان شايف انا في سلال حلا هون وراك وشوكولاتة فياريت تحكينا اكثر شو هاي المبادرة اللي قمتوا فيها مع الطلاب بداية اهلا وسهلا فيكم في مدرسة السلام الحمد لله للسنة الرابعة على التوالي تقوم المدرسة بمشروع سلة العيد في جمعيات ومدارس أخرى بتقوم بطرود الغذائية فإحنا قمنا بسلة العيد وعادة بنوزعها بالاقتراق عندما يقترب العيد الفطر المبادرة هي ضمن الرؤية المدرسية الرؤية المدرسية التي تتحدث عن موضوع القيم المبادرة ضمن مشروع وضمن أسبوع اسمه أسبوع العطاء والتطوع طلاب المدرسة يقومون بإحضار حاجيات شقل شوكولاتة وأتباعه متسالي للسلة على مدار 3-4 أيام وبعد ذلك يعني يقومون بتعبئة هاي السلة وتحضيرها عادة نقوم كل سنة بتحضير 200-250 سلة بتكلفة 25,000 شيكل تقريبا وتم توزيعها على جمعيات في البلد ليقوم بتوزيعها على عائلات متعففة في كفر قرع وأنا بدي أستغل هاي المنبر لأشكر الطلاب والأهل والطاقم على تجندهم من أجل إنجاح هذه المبادرة طبعا هذه المبادرة الهدف من منها برضو الهدف السامي هو غرس القيم في نفوس الطلاب التطوع العطاء المسؤولية التكافل والشعور بالآخرين والحمد لله كل سنة عن سنة تنجح المبادرة هاي وإن شاء الله نستمر فيها أستاذ سلطان أشكرك وكل لك كل عام وانتم بخير وعيد فطر سعيد يا هلا بيكم أهلا وسهلا فيكم كل عام وانتم بخير السلام عليكم أنا الطالبة ميران زحالكم من السابع أحمر
اولا احنا بنتمنى لكم عيد فطر سعيد، واحنا عملنا هاي الفعاليه فعاليه سنان العيد عشان نشارككم بفرحه العيد. احنا من خلال هاي الفعاليه تعلمنا قيمه العطاء وقد ايه مهم انك تعطي الناس وقد ايه شيء بفرحك، وبنتمنى لكم عيد سعيد كل عام. مشاهدينا احنا مكملين حلقتنا من رويال فاشن في كفر قرع، وراح نشوف مين الرابح او الرابح الاخير معنا من رويال فاشن للحلقه الاخيره في طور روحك. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا، تعرفينا حالك؟ لينا مصري. من وين؟ من كفر قرع. اهلا وسهلا فيكي. شايفكم تتجول برويال فاشن اول مره هون؟ لا مش اول مره، بشتري من جوزي. لا جوزي من هون. حلو، كيف البضاعه شفتيها؟ ممتازه ما شاء الله. شو بتشتغلي حضرتك؟ معلمة. طيب نسألك سؤال، وإذا بتعرف الجواب رح تربح معنا هدية من رويال فاشن. على فكرة هاي آخر هدية لأنه اليوم آخر حلقة، فيمكن يكون حظك حلو. بدك سؤال سهل ولا صعب؟ يعني سهل. مش فاركة. طيب أنا بجرب أعطيك بدون احتمالات ونشوف بعدين مع احتمالات. ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الكوثر. بدك أعطيك احتمالات؟ يلا. العصر، الفلق، الكوثر. الكوثر. يعني ما ترددتيش، جوابك صح. إجابة صحيحة. ذكرين بالاسم كم مرة؟ لينا. ألف ألف مبروك عليك الهدية من رويال فاشن. من كلك كل عام بخير. ألف خير، كل عام وانتم بخير وعيد سعيد. مشاهدينا احنا متواجدين في رويال فاشن في كفر قرع، ومعنا صاحب المحل أبو مالك، أخ عزيز وداعم في البرنامج أيضا. بداية تحكينا كيف كان مرق عليك رمضان؟ أهلا وسهلا بك يا أخي عبيدة. رمضان الحمد لله، رمضان الخير، رمضان البركات. رمضان ما شاء الله كان رائع هاي السنة الحمد لله، بدون عنف بدون مشاكل، والحمد لله الناس مقبلين على الشراء في جميع المجالات. أهلا وسهلا بك. حلو فيك. أهلا فيك. وبمناسبة عيد الفطر السعيد، شو بتحب تعيد الزبائن والناس؟ إشي أكيد مهني الأمة الإسلامية عموما، وأهلنا في الداخل الفلسطيني خصوصا بقدوم عيد الفطر السعيد، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، بألف هناء وألف سعادة يا رب. آمين. وطبعا إحنا من برنامج طور روحك نشكرك على الدعم المتواصل، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم، هذا محلكم، وإنت ما بتحلوا علينا بتشرفونا أخو عبيدة. إن شاء الله بعد العيد دوري. أهلا وسهلا فيك. من حلويات القدس مكملين حلقتنا. السلام عليكم. السلام. تعرفين حالك؟ ثراء سالم. من وين حضرتك؟ من كفر قرع. اهلا وسهلا فيك. كيفك اجواء الحم مع العيد؟ الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الحمد لله. في تجهيزات للعيد؟ الحمد لله. كيف مرق رمضان؟ لا الحمد لله مرق تمام التمام، الحمد لله. الحمد لله. طيب بدي اسالك سؤال، اذا بتعرف الجواب راح تربح معنا هديه من حلويات القدس ان شاء الله. طبعا بعطيك احتمالات نحاول نساعدك. شو أقوى الحيوانات من ناحية الذاكرة؟ أقوى الحيوانات؟ احتمالات؟ اعطيني. الجمل، القنفذ ولا الدولفين؟ جمل، القنفذ، دولفين. من ناحية الذاكرة؟ جمل. لا الجمل غلط، ظل عندك القنفذ أو الدولفين. القنفذ أو الدولفين؟ القنفذ. شو يلا قري، بعرف صيام وحم صعب. اقوى الحيوانات من ناحيه الذاكره، انو اقوى، ذاكره الدولفين ولا القنفذ؟ الدولفين. من ربحك معنا الدولفين. اجابه صحيحه، تربح هديه من حلويات القدس، وكل عام بخير. وانت بخير صحه وسلام. شكرا لك. ومكملين حلقتنا الاخيره من اكسترا سبورت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا حالك. محمود جابر. من وين؟ القدس. من القدس. اهلا وسهلا فيك. شو كيف شفت لنا المحل هون؟ المحل هون كتير كتير حلو مميز. صح من القدس بعيد، ولكن اكسترا كفر قرع اشياء كتير حلوة ومميزة، لدرجة انه شريت من عنده بوتين. بوت هاد، وكمان بوت لاخت المرأة.
وكيف كيف شو شفت أكثر إشي يعني بيميزه، في إشي غير عن باقي المحل؟ الصراحة عنده تشكيلة مميزة، قديش أنا بلف وبشوف، بس عنده هون إكسترا كفر قرع تشكيلة غير شكل عن كل محلات، من ناحية أحذية وأدوات، من ناحية أحذية أدوات رياضية، شغلات روعة، تشكيلة يعني فريدة واسعة جدا. طيب شو بتحب تحكي للناس مناسبة عيد الفطر السعيد؟ بحكي لهم كل عام وانتم بخير، تقبلوا طاعتكم وإن شاء الله نادى عليكم بكل خير وسلامة، بشوفكم بإكسترا كفر قرع إذا بتحبوا، لأنه أنا بشتري من عنده كتير. السلام عليكم مشاهدينا، احنا موجودين في محلات تيتو في كفر قرع، حملات للعيد اشي رائع جدا، مناسبة لكل العائلات وبأسعار ممتازة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفين المشاهدين تعرفين احنا؟ انا ندى ابو فني ام كريم تيتو واكسترا سبورت. اكسترا سبورت، اهلا وسهلا بكم. بدنا منك معايدة للناس بمناسبة عيد الفطر السعيد. كل سنة أنتم سالمين إن شاء الله، بنعاد عليكم وأنتم سالمين يا أهل بلدنا إن شاء الله. إن شاء الله، وندعي الكل يجي يشوفونا لحملة العيد إن شاء الله. تفضلوا تفرجوا على حملة العيد، عندنا من أحسن أسعار إن شاء الله، وتفضلوا كل الناس إن شاء الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا. بدينا إحنا بالحلقة الأخيرة وقاعدين بنلفلف هيك في الشوارع في كفر قرع، ولكينا شاب جدع قلبه طيب ومعروف بكل البلد، مش بس بالبلد، بالمنطقة كلها، أبو كلاشن. الدنيا حبي، شو بتحب ان اقول لك ابو كلاشن ولا يعني؟ كل عام بخير اول شيء، بخير ورمضان كريم علينا وعليكم الصحه والعافيه، وان شاء الله الجمهور وكل العرب الوطني والمحبوب للمشهور انه ابو كلاشن محبوب والزعيم الحبة الناس، مش بس هو الناس والربنا، محبه من ربنا طبعا اكيد من ربنا. طيب احنا عشان عيد الفطر السعيد جاي علينا، واحنا بنحبك برضه، وقفناك مخصوص، بدنا نعطيك هدية من عيدين ونقول لك كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد. وانت بألف خير وسعيد، كل عام وانت بألف خير الشباب لأهل كفر قرع والمحبوب، ومنعطينا الصحة ونعطيكم الصحة للشباب. أمين 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 يا رب، وإن شاء الله منعيد علينا وعليكم لكل أهل البلدي. أهلا وسهلا فيك، ودائما خليك تطلع ببرامجنا، دائما بنطلع وين ما تروح، نطلع لفوق وبعدها بننزل تحت، يا بننزل تحت يا بنطلع لفوق. يلا الف مبروك. الله يبارك فيك. مشاهدينا مكملين حلقتنا الاخيره من طور روحك، السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا حالك. سامر عثامني. سامر، احنا بنعرفك ناشط اجتماعي وسياسي، بشوفك بكل القنوات ما شاء الله، شرف لكفر قرع. تسلم برضو انت مدير حركه راي، اعتقد مدير رئيس حركه رايتنا، حركه سياسيه اقتصاديه اجتماعيه شبابيه. طيب كيف شايف الاجواء برمضان ومقربين على العيد؟ الحمد لله الاجواء جيده ممتازه، يعني خاصه يعني امبارح صور المصلين والمعتكفين في المساجد وفي الاقصى، الاعداد الهائله اللي وصلت للحرم القدسي في الاقصى يعني يثلج الصدر. بتامل انه هاي السنه وهذا رمضان يعني يكون فاتحه خير على شعبنا ويعم الامن والامان، ونتأمل أن الأوضاع تتحسن عند الجميع بجاه شهر رمضان يعني وهي الأيام الفضية، وكل عام أنتم بخير. طيب نرجع لبرنامجنا. يا هلا. عندنا سؤال، صورة سميت باسم وقت من أوقات الصلاة أو أكثر من صورة؟ صورة الفجر. الفجر صحيح، مش بتعرف صورة العصر. ما شاء الله، احنا فيش حاجة نحذرك. حياك الله. إجابة صحيحة، ورح نعطيك هدية بما أنك أنت حد ديزول، خد دلع سيارتك من ديزول، ومن كل لك كل عام وانتم بخير. شكرا، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا مكملين حلقتنا الاخيره لطور روحك 2023 من داخل محل حكايه، ومعنا مندوب عن المحل، شفناه قبل مره احنا. لا هاي اخر مره. يا محسن محمد، شو اخبارك؟ الله يسعدك ويرضى عنك. الحمد لله. شو بدنا نشكر اداره المحل خواتك تحديدا، لانه دعمونا خلال كل مشوارنا في برنامج طور روحك،
وما قصروش الصراحة، حتى احنا كنا نيجي بعد الفطور دغري شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة. صح، وانا احنا هذا طبعا احنا اهل الكرم والجود، وانت بتعرف هذا الاشي. إيه اول شغله يعني هذا فخر واعتزاز لنا بانه احنا كنا احد رعايا برنامج صور روحك، واحنا يعني من هذا المجتمع القرعاوي وبالنهايه للمجتمع القرعاوي وطبعا المنطقه، وشو احنا بنقدر نقدم من حبات عيننا مش هنقصر، وانت بتعرف هذا الشيء طبعا. بدنا نعيد عليك طبعا وعلى المحل واداره المحل كلهم، ان كلكم كل عام وانتم بخير ومناسبه عيد الفطر السعيد. كل عام إيه وانت بألف خير عبيدة وعمي أحمد، وكل عام وانت بخير وجميع الأمة الإسلامية بشكل عام بخير وسلام وصحة السلامة، وأخص طبعا بالذكر أهل بلدنا وأهلنا بكفر قرع، كل سنة وانتم سالمين، كل سنة رب العالمين إن شاء الله بيعيدوا علينا بهدات البال براحة البال، والله بيديم علينا وعلى أهل البلد الصحة والسلام وهدات البال وراحة البال أهم شيء، وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله رب العالمين ربنا بتكبل الطاعات والصلوات من أجل. آمين آمين. تسلم كل عام الله يسعدك يا رب وانت بخير. بمسابقات الفيسبوك والموقع معنا آخر رابح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفنا على حالك؟ عبد الرحمن سامي زيد كفر قرع. عبد انتبهت لشغلي، زوجتك جاوبت صح وانت جاوبت صح بس طلعت الكرة عليه. هذا من الحظ. من الحظ. من الحظ دائما. فبما انه طلع الحظ والكرة عليها بالجواب الصحيح اللي جاوبته، متذكر جواب؟ 1-2-3. 1-2-3. شو السؤال؟ شو جمع وحاصل ضرب الارقام بيطلع نفس الشيء؟ صحيح. والله انت متذكر السؤال ولا تعرف انه انا سيهن؟ ما انا قعدت افكر فيها فجاوبتش تمام. طيب حلو حلو. لا انت متذكر السؤال والجواب. تربح معنا هديه من محلات شرع وزين، تهديه لمرتك، ونقول لك كل عام وانتم بخير. شكرا لكم، بارك الله فيكم على البرنامج، عن جد بتعملوا اجواء يعني بالبلد روعه يعني بتجنن. تسلموا كل عام وانتم بخير. عيد سعيد، رمضان كريم، سلام. ومن داخل محطة وقود ديزول بنحب نتشكر الأخ مراد صعبني على الدعم، ومحطة ديزول دعم البرنامج على مدار سنين مش بس هاي السنة. ومعنا ممثل عن محطة وقود ديزول، تعرفنا حالك؟ محمود مصطفى يعقوب. أخ محمود، احنا حابين ناخذ منك معايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد. كل عام وانتم بخير وإن شاء الله بعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير. شكرا لك وشكرا لمحطة وقود ديزول. شكرا مشاهدينا، وبهيك وصلنا للحلقة الأخيرة من برنامج طور روحك لرمضان 2023. باسمي أنا عبيدة زيد، وباسم المدير والمخرج والمصور اللي كان قائم على كل إشي في البرنامج الأستاذ أحمد عثامني، وباسم كل رعاة البرنامج والطاقم، وأيضا المشاهدين والمشتركين اللي كانوا معنا اللي ربحوا واللي كنا لهم حظ أوفر، من كلكم كل عام وانتم بألف خير، عيد فطر سعيد، وإن شاء الله منشوفكم السنة الجاي ببرنامج طور روحك. فشكرا لكم وشكرا لموقع بوكجة، وتابعونا هناك. إلى اللقاء. طور روحك انسى همومك بيك مرسومك في شهر الخير.